مشاهدينا الكرام، شهدت مكتبة الإسكندرية يومي 27 و28 من ديسمبر عام 2013 اللقاء السنوي للمفكرين والمثقفين. يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من إيمان عميق من جانب المكتبة بأهمية دور المثقفين في تحديث المجتمع وتدعيم الحوار البناء حول دورهم في عملية إعادة بناء الدولة والمجتمع. افتتح اللقاء الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي تحدث عن المشروعات التي تقوم بها المكتبة وخطط العمل المستقبلي. مساء الخير جميعا ومرحبا بكم في مكتبة الإسكندرية. الحقيقة اللقاء ده تأخر بقاله مدة، وأنا عهدت من زمان إن رغم إن أنا قانونا مش مطلوب مني هذا، إنما إن أنا بعتبر إن الحاضرين دول هم المثقفين بتوع مصر، وإنه الواحد واجب عليه إنه يقدم تقرير للمثقفين في مصر على اللي بتعمله مكتبة الإسكندرية. وعملنا بعض هذه اللقاءات في الفترات السابقة، والحقيقة كان دكتور أسامة غزالي بيكلمني في التليفون بيقول لي بقى وبعدين فين اللقاء والتقرير، أهو اللقاء والتقرير. وحيسعدني أقول لكم الحقيقة أنه التقرير ممتاز، بمعنى أنه أنا فخور بالشباب المصري، فخور بالشباب المصري، فخور بالشباب المصري اللي عمل الثورة وحمى المكتبة أثناء الثورة، وفخور بالشباب المصري اللي بيشتغل في المكتبة واللي هتجده دلوقتي هتشوفه ان هو أنجز المعجزات. الحقيقة أنا هوريكم النهاردة تقرير في بعض التفاصيل، لأنه ناس كثيرة ما تعرفش حاجات كتير بتحصل برا. مكتبة اسكندرية من المؤسسات اللي لها حضور ضخم جدا 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 في الساحة العالمية، واللي بيسافر ويطلع بره مصر ويلتقي بالمؤسسات العالمية هيعرف على طول هذا. ومثل هذا مثلا انه حديثا، غير الجوائز الدولية اللي بناخدها، انه حديثا مثلا المكتبة القومية الفرنسية اللي هي ادت 500 الف كتاب لمكتبة اسكندرية، قالت ازاي ان مكتبة اسكندرية محدش يحتفل بيها بعشر سنين، فاحنا مكتبة قومية الفرنسية لازم نعمل احتفال لمكتبة اسكندرية، وعملوه 2 اكتوبر اللي فات في باريس. فهذا القدر من الاهتمام والدعم والاحترام نتيجة انجازات الشباب المصري، وانا فخور بيهم. فالحقيقة همشي على خلفية، هديكم خلفية شوية، لان بعض الزملاء ما حضروش معنا قبل كده، وبعض الزملاء اللي حضروا بقالهم مدة ما حضروش، فيمكن ما تعرفوش اللي حصل أثناء الثورة. وحتى الدكتور نوفر حد قال لي أنا عايز أعرف إيه اللي حصل، هقول له هوريك دلوقتي بالصوت والصورة زي ما بيقولوا، قبل ما انتقل إلى اللي بنعمله حاليا في الفترة دي. هبتدي أقول الحقيقة إن السبب إن أنا بقول لنا أنا أفخر بمكتبة اسكندرية، لأن في 3 حاجات. الحاجة الأولى إن مكتبة اسكندرية من المؤسسات المصرية القليلة جدا اللي يعترف بيها مؤسسات الذروة من أقرانها، يعترفوا بيها إنها معهم. يعني بتكلم على مكتبة الكونغرس الأمريكية، المكتبة البريطانية، المكتبة الفرنسية القومية، المؤسسات دي كلها بتعترف بمكتبة اسكندرية كأنها من أقرانها، وهتشوفوا بعض الشغل اللي بنعمله معهم. الحاجة اللي مبهراهم هم اللي برا، ازاي ده اتعمل في 8 سنين، اقل من 10 سنين. يعني الناس عشان تصل الى هذا الاعتراف الدولي عامة بتاخد عشرات السنين من الانجاز التراكمي. مكتبة اسكندرية الحقيقة افتتاح زي ما انتم عارفين كان 2002، وفي اقل من 10 سنين كنا في الساحة الدولية. حاجة الثالثة انه 100% انجاز بسواعد مصرية وشباب مصري متوسط السن هنا 30 سنة في المكتبة،
رغم أنا بقول الكلام ده بقى لي 10 سنين، لأن اللي كان عمرهم 30 سنة إحنا بدأنا ب50 واحد، فلما بيكبر دول كبروا وإحنا بنعين صغيرين، فمتوسط السن بيفضل برضه 30 سنة. فالحقيقة من المدير الغفير كل مصريين هنا، ودي حاجة مبهرة إن الإنجازات دي حصلت من عندنا. إيه اللي عندنا؟ الحقيقة طبعا المبنى اللي أنتوا عارفينه، ومش هوريكم المبنى ده، أنتوا عارفينه وجماله وكل فيه وكل حاجة، إنما أهم حاجة هي كمية الحاجات اللي بتحصل فيه. ولذلك بعد 5 سنين كنا طلعنا الكتاب ده Much More Than a Building، عشان كنا بنقول الناس مبنانا حلو بس مش ده الحقيقة، تعالوا شوفوا اللي بيحصل جوه. فعندنا أولا الحضور كان وصل أقصى قمة 1,400,000 زائر في سنة، دلوقتي حوالي 800,000 في السنة دي، متوقعين يمكن 900,000. طبعا حركة السياحة قلت، حاجات كتيرة قلت، تنقلات أصعب، ولكن اهتمامنا بالأطفال مازال قائم. وده ايه ده؟ أني تلفزيون ايه؟ طيب قلتنا عشان بس ما يجيش في سكتي الأطفال. وبعدين الويب سايتس بتاعتنا تقريبا 1,000,000,000 هيت في السنة، 44% منهم جايين من مصر. عندنا 600,000 زيارة قارئ بنعرف بالكارت اللي بيعدي بيه، وبنعمل حوالي 700 حدث في السنة. زي النهاردة ده يعتبر حدث، جنبنا كان في اللجنة بتاعت جايزة حسن فتحي، ده حدث آخر، في معرض جنبنا ده حدث ثالث، وهكذا. ده غير عندنا 73 كورس ثقافي بنديه خصوصا للأطفال، بنهتم بالفنون وبتربية الذوق والحس الفني عند الأطفال، وأيضا الحس العلمي. وطبعا مهتمين بالموسيقى وبالحفلات الموسيقية والرأس واللقاءات الدولية والمعرض الكتاب وحاجات كتيرة جدا. المكتبة فيها مؤسسات كتيرة جدا، كل دي مؤسسات عندها أو شبكات عندها السكرتارية بتاعتها موجودة هنا. وأظن بكرة دكتور محمد فحام هيبتدي، بكرة ولا بعد بكرة بيلتقي التواس أرو دكتور محمد يوم الحد، يعني بعد بكرة هيلتقي. فيعني اللقاءات دي مستمرة في كل الحاجات دي. لنا اهتمام بالفنون واهتمام بالعلوم. وأما المكتبات فعندنا مكتبات متنوعة. مكتبة كبيرة تعتبر هايبريد لايبرري، لأنها من أول المكتبات اللي اهتمت بالعمل الرقمي بالإضافة للكتب. ولكن أنا زي ما هتشوفوا ما أهملناش الكتب، لأن دلوقتي تقريبا قربنا على 2,000,000 كتاب. هقول لكم دلوقتي إزاي. فهتلاقوا في كل حتة في كمبيوترات، الكمبيوترات القديمة هي كانت موجودة، وبعدين دلوقتي ركبنا فلات سكرينز. مكتبات متخصصة للمكفوفين، طه حسين، الأطفال، النشأ، الموسيقى والأوديو فيجوالز، الكتب النادرة، المايكرو فورمز والخرائط، وأرشيف الإنترنت. إحنا من المؤسسة الوحيدة اللي عندها نسخة من أرشيف الإنترنت على الأقل لغاية 2009، لأن بعد كده بقى صعب جدا إن الواحد يحتفظ بكل أرشيف الإنترنت، فتقاسمنا المسؤولية. وإحنا في مكتبة اسكندرية عملنا الروبوتس بتاعتنا اللي بتروح على شبكة الإنترنت وبتصور أكتر من 800,000 موقع باللغة العربية العالم كله. تخش في كل موقع تصور كل صفحة فيه إذا كان الموقع مفتوح، مش محتاج للباسورد أو دفع فلوس يعني. ده أرشيف الإنترنت ودارة ظروف المكتبة. واهتمامنا بالكتب طبعا، احنا بنجمع كتب أيضا، ولكن الحقيقة إخواننا الفرنسيين أدونا دعم جامد جدا، أدونا 500,000 كتاب اللي تعتبر أكبر هدية كتب في التاريخ. الغريبة احنا جبنا ثاني أكبر هدية كتب كمان السنة دي، بس الكتب دي كانت تمثل 10 سنين من الإيداع القومي بتاع فرنسا، وجعلت مننا رابع مكتبة في الترتيب العالمي في الكتب الفرنكوفونية. فاحنا نمر 4 في العالم، كان عندنا 40,000 كتاب، أدونا 500، بقينا 540,000، نطينا ناس كتير. يعني صديقي مايكل كيلر في ستانفورد يقول لي بقى لنا 150 سنة بنجمع ما وصلناش 300,000 كتاب، وحضرتك تروح من ورانا كده وتروح وجايب 500. أيوة احنا بقينا فوق هناك زي ما انتم شايفين بالأحمر
نمرة 4. غير بقى ان اصدقاء تانيين لان ما عندناش فلوس، فاحنا بنتفاهم مع الاصدقاء انهم يدونا اهداءات كثيرة وكتب قيمة وكتب تستعمل للشباب في الدراسة وغيره. عندنا 4 متاحف رسمية: متحف للرئيس السادات، متحف للمخطوطات، متحف للآثار، ومتحف للعلوم مرتبط مع البلانيتاريوم، وفي مرتبط برضو بإكسبلوراتوريوم عشان الولاد يقدروا يمارسوا العلم بنفسهم واكتشاف العلم بإيديهم. والحقيقة ده جزء من ان احنا عايزين نوصل للشباب سواء بالفنون او بالعلوم، لان الشخص المتكامل لازم عنده الحاجتين. هي بنعمل احتفالية علمية كل سنة، ودي من الحاجات المفرحة جدا ومبهجة جدا. كان عندنا 20,000 زائر السنة اللي فاتت زي ما انتم شايفين، منظر جميل جدا. والحقيقة الملفت هي، انا بحب الصورة دي لان الولاد مبسوطين، مش حكاية ذاكر يا ولد واعمل، لا، ساينس از فن، علم الاكتشاف وانه يفكر ويعمل يبقى جاي فرحان الحكايه دي. عندنا 15 معرض دائم تقريبا، متحف يعني، من شادي عبد السلام الى محي الدين حسيني الى ادم حنيني الى احمد عبد الوهاب. مجموعات الحقيقه جميله جدا، المجموعه الفلكلوريه بتاعت رعايا النمر وحاجات تانية 10 تانيين. وعندنا جاليريز للحاجات المتغيره 4 جاليريز، وعندنا 10 مراكز بحثيه اضفنا اليها 5 السنه دي. فأول حاجة طبعا متحف مخطوطات، عندنا مركز مخطوطات دراسات المخطوطات، عندنا مركز خطوط الكتابة، تاريخ الكتابة والخطوط، عندنا مركز للدراسات الخاصة، ده بيربط أساسا ما بين الباحثين المصريين والباحثين من بره، وده بيعمل مؤتمر سنوي ضخم كل سنتين اسمه بايو فيجن، بيحضروا حوالي 2001، أظن 2001 كان آخر مرة يا دكتور محمد، مش كان 2001. عندنا 260 من كبار علماء نوبل برايز وينرز كلهم بيجوا الحقيقه في المؤتمر ده، وبنطلع الكتب بتاعته، بس دلوقتي بقينا نطلعها كلها اونلاين، ما بقتش تنطبع كتب كده. مركز التوثيق ده موجود في القاهره، مركز توثيق التراث في القاهره، واخد براءه اختراع على الكالتشراما. اللي منكم ما شافش الكالتشراما او البانوراما الثقافيه تستحق الزياره، موجود عندنا هنا واحده وفي القاهره واحده. عندنا بقى مركز دراسات المعلوماتية، ده بقى بيعمل الحقيقة شغل very very advanced في شغل الكمبيوترز، وفرخ من ذاته مركز جديد اللغوات الحاسوبية العربية اللي هنشوفه كمان شوية. مركز الفنون اللي عمل أول أوركسترا كلاسيكية في اسكندرية، وعندنا مركز الدراسات السكندرية والبحر المتوسط، مش بس للمدينة القديمة إنما أيضا للمدينة المعاصرة بمشاكلها المختلفة. المركز الوحيد اللي عندنا اللي بيدي شهادات، كل مراكز عندنا بتديش شهادات علم فقط للعلم، هو دراسات الهلينستية، وده جبنا له تمويل من اليونان، وبنشتغل مع جامعة اسكندرية، فالطلبة بيدرسوا عندنا مع أساتذة من جامعة اسكندرية ومن جامعة القاهرة ومن أماكن أخرى، وبيحضروا نفسهم بالدبلومة وبالماجستير والدكتوراه في هذه الحقبة، لأنها حقبة مكتبة الإسكندرية القديمة. وللأسف المهتمين بالتاريخ المصري بيهتموا أكتر بالتاريخ اللي هو قدماء المصريين أو التاريخ الإسلامي، وما بين في قيام الكنيسة فيهتموا بالتاريخ. التاريخ الهيلينيستي منظر له نظرة غير صحيحة، ان ده حاجات وارده جريكو رومان، جريك وغريكو رومان، كان في اثار، انما كانت الاسكندريه عاصمه العالم لمده 600 سنه، من الالف سنه دول هنا في اسكندريه كانت العاصمه الفكريه بتاعت العالم كله. فازاي احنا كمصريين ما يبقاش عندنا ناس بتهتم بدراسه هذه الحقبه من تاريخنا يعني. فده كان الغرض من هذا البرنامج. عندنا مركز للدراسات الديمقراطيه والسلام الاجتماعي، واللي هي تولت حاجات كانت موجودة قبل كده في منتدى الحوار، ومنها متابعة حاجات كنا عملناها زمان عن وثيقة اسكندرية. وفي بعض الزملاء اللي هنا حضروا معنا سنة 2004 لما كنا بنعمل الكلام ده. وفي مركز للدراسات التنموية
واللي بيرأسه الدكتور سامح فوزي هنا قدامي، وده بيسمح لنا ان احنا نفكر مع بعض على مستقبل مصر. كل المراكز دي بتطلع مطبوعات وتعمل ندوات وغيره الى اخره. انما المكتبة اللي يفرقها عن اي حاجة تانية مش بس انها عندها كل المراكز دي وعندها الحاجات دي، انما انها من اول يوم كان من اهدافها انها تبقى مؤسسة رائدة في العالم الرقمي. واحنا مهتمين ان يبقى فكرة ان المعلومة تبقى واصلة لكل الناس في كل لحظة في اي وقت. كل المعلومات. لاول مرة في التاريخ عندنا التكنولوجيا اللي تسمح بهذا. يعني انا دلوقتي اقدر افتح على اي حته في الصعيد واوصل له عشرات الملايين من المقالات العلميه. من كام سنه كان في شبه استحاله لهذا، النهارده بنقدر. واحنا خدنا دلوقتي لسه من اسبوعين رياده شبكه لافريقيا باسم إلزيفير، هتمولها شركة إلزيفير في هولندا للعلماء الأفارقة اللي في الدول الفقيرة زي الصومال وزي مش عارف ايه وزي ايه، نقدر نفتح لهم شبكات انهم يتوصل لهم المعلومات دي كلها. النهاردة المعرفة بقت معرفة كونية، خلاص ما فيش حاجة بقى ان ده موجود في البرازيل وده موجود في مصر وده موجود، اللي موجود هنا بيتعرف هنا على طول في نفس اليوم، مش هقول لك بعد يومين ولا حاجة، في نفس اليوم. وطلعنا اكتر من 200,000 كتاب باللغة العربية ممكن داخل المكتبة، أكد داخل المكتبة ممكن الواحد ينظر فيهم صفحة صفحة وكلمة كلمة. خارج المكتبة اللي تحت كوبي رايت ممكن تشوف 5% منه فقط. اهتمينا بالماضي سواء بالمخطوطات، احنا بندي اي حد عايز يدرس بندي له كورس مدمج ياخده معاه بجنيه ونص يدوب تمن العملية. كالتنات طبعا بتسجل حاجات جميلة جدا، عملت الشبكة الاركيولوجيك الخريطة الاركيولوجية بتاعت مصر، وادي الموقع والواحد يقدر يخش الموقع يدور على بتاع ويمشي فيها ويوصل للمكان اللي هو عايزه على الحائط ويلاقي الترجمة طلعت له بتاعت النص الموجود عليه. نفس الحكاية اتعملت بالنسبة للمباني الأثرية مثلا في القاهرة، سواء بالمبنى أو بالشارع أو بالمهندس. المناطق اللي هي خاصة بالطبيعة والجمال الطبيعي والحيوانات والنباتات إلى آخره، الحاجات اللي هي غير مكتوبة زي الموسيقى والفوتوغرافيك ميموري جبناها، المجموعات القديمة من الصور القديمة والفولكلور نوثق ده، وبعدين ده كله بيتعرض برضو في الكالشراما وفي موقع خاص خارج مواقع مكتبة اسكندرية لأنه كان اتعمل مع اي بي ام اسمه مصر الخالدة او Eternal Egypt بثلاث لغات. المركز السكندري قلت لكم عليه ده الاثار الغارقة ودراسات على المدينة التاريخية. وكذلك طبعا في الفترة الحديثة عملنا ذاكرة مصر المعاصرة وعرضناها قبل كده عليكم في القاهرة وهنا، وبتتطور جدا. يعني السنة دي وصلنا عندنا أكثر من 115,000 آيتم داخل هذا الموقع تقدر ترجع له. عملنا رقمنا الكتب المهمة زي وصف مصر وغيره والأرشيفات. عملنا أرشيف الرئيس جمال عبد الناصر، بدأنا بأول واحد ده في دلوقتي يمكن 60,000 صورة وفي كل الخطب بالصوت وبالتكست إلى آخره. أرشيف الرئيس السادات ده كامل أيضا في كل الأفلام بتاعته، بطرس غالي في أوراقه وغيرهم كذلك. وبعدين مؤسسات بقى زي أخذنا الدوكيومنتس بتاعت قناة السويس حوالي 2.5 مليون صفحة، وجريدة الهلال من أول يوم لغاية دلوقتي. أستاذ حلمي النمنم كان معنا في هذه المبادرة لما بدأنا، والبطرسية وغيرها وغيرها. حالياً طبعاً بنهتم بالديجيتال ورك فلو، الكتب الرقمية، وبنعمل صور وإلى آخره. وحتشوفوا دلوقتي سوبر كورس الساينس ده هيبقى 170,000 واحدة، وكل المحاضرات اللي بتبقى هنا بتعرض على الويب سايت بتاع المكتبة بحيث إن أي حد يقدر يسمعها في أي لحظة. اهتمينا طبعا بالمستقبل، دي كانت اللجان اللي كانت بتكتب دكتور أسامة غزالي حرب كان بيرأس اللجنة السياسية فيها دي في
في وثيقة اسكندرية اللي كتبت هنا في الاسكندرية بالمناقشات دي، طلعت سنة 2004. وإن شاء الله مارس اللي جاي عايزين نعمل مؤتمر كبير حول ماذا بعد 10 سنوات، نشوف بقى التجربة اللي حصلت في الدول العالم العربي بقت شكلها ايه. المكتبة حتى ان هي ما بتاخدش اي موقف حزبي، انما بتدافع عن قيم معينة، قيم حرية التعبير، قيم الوصول الى المعلومة، حق الواحد انه يعرف المعلومة، قيم الانسانية بصورة عامة. والحقيقة انا معجب جدا ان ده مشروع اقاموه المكتبة القومية في النرويج، ولو تشوف ان هو على شرف مكتبة اسكندرية الجديدة، مش القديمة، الجديدة، The New Library of Alexandria. وبعدين الحقيقة المكتبة أصبحت ملتقى للعلماء، يعني العلماء بيقدموا جد شغل. ده واحد اسمه ناو الصغير، ده أصبح بعد كده فيمس قوي، شو ازاي كان بيقعد على حجري وهو صغير أصبح دلوقتي على غلاف المجلات بقى يروح على غلاف المجلات، طبعا المجلات اللي تهمهم يعني وايرد يعني. فلا لنا شغل، بنعمل هنا فيرتشوال رياليتي، سوبر كومبيوتينج في لينك سكيم والحاجات دي، بنشتغل مع 40% من شغلنا مع علماء في اوروبا الحقيقه. فيعني نقدر نقول ان الحاجات دي كلها موجوده عندنا وعايزين نحقق هذه الاهداف. المكتبه لها نشاطات اوتريتش كبيره، دكتور صلاح سليمان بيقود هذا مع اسر اللي في الجامعه وفي الشباب، وبيعمل قوافل زي ما انتم شايفين هنا، وبنبعت لهم البوك موبيل في المدارس، وعندنا نوادي علميه في 300 مدرسه في اسكندريه السنه دي، زائد بقى طبعا مدرسه الاطفال فنون الى اخره. وعايزين نتوسع بقى في الساينس كلابز، ده الساينس فيرز والمسابقات. اللي بيعجبني لما بنعمل مسابقات ما بيشترطش ان القاهره واسكندريه اللي تكسب. اخر مره كسبوا ناس من هنا، فكانت شباب صغيرين من هنا كسبوا الجائزه الاولى، ومره تانية هنا من مدارس من مناطق شبه عشوائيه يعني هم اللي كسبوا، مش الفيكتوريا كوليدج والجزويت، لا ما اشترطش ابدا. وعملنا محطه تلفزيون، ومنكم في بعض الناس اشتركوا معانا في برامج في محطه التلفزيون، وعملنا دلوقتي ساينس بروجرام. الفكره بقى ان المؤسسه هي متعدده الابعاد والاشكال، ما هيش مجرد مكتبه طبيعيه، ولكن انها كلها اجزاء متكامله مع بعضها. عاملين على اليوتيوب دلوقتي، فتحنا قناة لمكتبة اسكندرية على اليوتيوب، اللي عايز يوصل لها يقدر يوصل لها. كذلك بنعمل أجندة مكتبة اسكندرية كل أسبوع بتتعرض، الناس تبقى عارفة إيه اللي حصل وإيه اللي جاي. ولما جاءت الثورة بقى، الحقيقة دي كانت يمكن من أجمل لحظات في حياتي. المكتبة زي ما أنتوا عارفين في شارع بورسعيد من ناحية دي اللي بيننا وبين الجامعة، والكورنيش من ناحية دي، ودي كانت مسارات المظاهرات اللي هي الخطوط الحمراء دي. فأدي مظاهرة سكندرية، ده على الكورنيش أبعد كده شوية من ناحية دي. 25 ولا 30؟ لا دي 25. فاللي انا اقوله انه الناس دايما باخدها الصور دي وافرجها للناس، بيقول لك بقى ده كان في ميدان التحرير، تقول لا بس كان برضو عندنا في اسكندريه في مظاهرات، مش بس ميدان التحرير اللي كان فيه مظاهرات، العالم كله كان عارف ميدان التحرير بره. فكنت بوريهم الحكايه دي، واذا بمظاهره زي دي جايه كده، وانا واقف هنا لقيت شباب من المظاهره طلعوا ومسكوا ايدين بعض كده زي ما انت شايف هنا، وتشايلين ورقة يافطة ضد مبارك، ولكن في نفس الوقت بيدافعوا عن المكتبة، قال دي مكتبة اسكندرية ما حدش يمد ايده عليها. الشباب هم اللي عملوا الحكاية دي. والحقيقة الجميل جدا المظاهرات كلها التزمت بهذا، ادي منظرهم. وطبعا زي ما انتم شايفين سلمية تماما، كل اللي معاه ورق ما هوش حاجة، وادي هم واقفين هنا ووراهم المظاهرة زي ما انتم شايفين، ادي المظاهرة هنا، وادي وقت الصلاة، الناس حتى ما عدتش السلم عشان تخش البلازا، التزموا قدام المكتبة بصفوف وبطريقة في منتهى الرقي. بينما ده اللي حصل للمحافظة،
محافظة مش بعيدة عن هنا زي ما انتم عارفين. إنما يعني أظن إن دي حاجة ظاهرة. الظاهرة التانية بقى الحقيقة الشباب عملوا علم ضخم جدا زي ما انتم شايفينه كده وحموا بيه المكتبة بحيث إن كانت المظاهرات بتعدي كانوا يهتفوا واحنا كنا نسلم عليهم من وراء عشان ما حد بدل ما يعملوا صف لوحدهم كل مره حطوا العلم ده فتره من الزمن لغايه 11 فبراير كان موجود العلم ده الحقيقه. الناحيه الثانيه ادي ناحيه شارع بورسعيد والجامعه ولو تاخد بالك هنا هتلاقي انهم ماسكين ايدين بعض برضو شايف لان المكتبه من الاول ملهاش اسوار وملهاش بيبان ومفتوحه والبيبان الموجوده من ناحيه دي او من ناحيه دي ازاز فما فيش ما يحميها الا ومظاهرات كانت ضخمه يعني زي ما انتم شايفين دي كانت مظاهرات ضخمه سواء من ناحيه دي او من ناحيه دي كانت مظاهرات كبيره الحقيقه فكان ممكن ان يحصل حاجه بس ما حصلش الحقيقه. بعد كده السلالم دي بقى اصبحت مكان مفضل لكل من يدافع عن حقوق الانسان إيشي سوريا وإيشي مش عارف إيه وإيشي إيه دولة كان وقت ما كان بدأت بدايات فتنة طائفية وكان في ناس مهتمة بغير ذلك وقدينا إحنا كنا ناخد يعني الحقيقة كل الناس كانت بتيجي في المكتبة وتشوف المكتبة إنها ما هيش مؤسسة حزبية مؤسسة قومية مؤسسة قومية لها بعد دولي ولها رسالة إنسانية يعني ده المهم الناس قبلته وأظن إن الفرق ما بين الاثنين المعاملة المنظرين دولة ما مش محتاج إن أقول حاجة أكتر من كده إلا يمكن دي على فكرة من ناحية المنظرة جنب المنتزة لقيت شباب رسموا على الحيطة شباب 25 يناير وده إهداء للشهداء الثورة وعاملين ثلاث أهرامات والهرم الرابع مكتبة اسكندرية وطالع منه جامع وكنيسة جنب بعض. رسالة جميلة جدا من شباب مصر الشباب اللي فجر الثورة واللي حمى المكتبة والقصة دي على فكرة أثرت لدرجة إن اثنين ستات أمريكان عملوا كتاب للأطفال سموه Hands Around the Library Protecting Egypt's Treasured Books اخيرا السنه اللي فاتت اديت سرادي يعني 2013 ترجم للغه العربيه انما اصلا هم اللي عملوه وكانوا بيوزعوه في امريكا على قصه ازاي الشباب ارتفعوا لمكتبه اسكندريه. ده كان عمل لي انترفيو سي ان ان من كتر ما كانوا تاثروا وقتها انه عمل البرنامج معايا وجا سال ايه اللي حصل في مكتبه اسكندريه وازاي حصل الكلام ده وعايز اعرف نيك روبرتسون بيسالني ايه اللي حصل everyone to be back there must have been a moment when you were standing there there was the moment for you where you think no this could happen and they could come in and then you saw it change my confidence is there from the first day we never built barriers we never built walls we never built gates that could be locked the library is open The doors of the library are in glass, as you saw on both sides. There's nothing that prevents anybody from destroying this building with all its treasures, except the will of the people. And in the end, that is the ultimate guarantor of everything. ده الحقيقة كان يعني صورة جميلة ومشرقة وزي ما انتوا عارفين كانت صورة عالمية في منتهى الجمال والناس شافت الشباب بيدهن الميادين ويلم الزبالة ويعمل حاجات جميلة جدا. بعد كده بقى حصل حاجات تانية وحصل بعض الموجات اللي ارتطمت بالعنف وكان فيها حاجات تانية والمجمع العلمي اتحرق من ضمن الحاجات اللي حصلت في الحاجات دي وانه احنا حتى في مكتبة اسكندرية حصل لنا بعض المشاكل ولكن بعض المشاكل انا برضو مش بخبي عنكم حاجة ادي اكتوبر 2011 ثم بعد
مؤبد، مناقشة وعقلانية، إعادة الأمور إلى مجراها. ويشرفني أن أقول أن ما فيش صدام واحد حصل، ما فيش حد جرح، ما فيش طوبة ترمت على المكتبة. حلينا مشاكلنا أسرة واحدة بيننا وبين بعض رغم الخلافات اللي كانت موجودة، وزي ما انتم شايفين الناس كلها رجعت إلى أمور إلى مجراها، والناس بتشتغل زي ما كان شغال. المكتبة إذن تم اعتراف بها كمؤسسة قومية. آدي الافتتاح مع رئيس مبارك السودان مبارك، وآدي مجلس الأمناء مع الرئيس مرسي، وهذا هو ما يجب أن يكون. الجامعة اتفتحت في عصر الملكية واستمرت في عصر الجمهورية. فالمؤسسات القومية لا تتلون ولا تتغير مع تغير النظام اللي في الحكم، وده اللي احنا كنا عايزين نوصله الى مكتبة اسكندرية، واللي فطن اليه الشباب من اول يوم، لانهم شايلين يفض ضد حسني مبارك وفي نفس الوقت بيدافعوا عن المكتبة، فهم فهموها من اول يوم. والجمال بتاع الحكاية، رغم بقى المظاهرات اللي بره دي كلها، برضو اقول ما حصلش حاجة للمكتبة. صحيح في رصاص جه وضرب في الإزاز واضطرينا نغير كام لوح إزاز، ولكن المكتبة لم تكن مستهدفة. يعني ودي نقطة مهمة جدا، ان حد يقول لي الإخوان المسلمين ما عملوش، الرئيس مرسي قابل مجلس الأمناء احسن مقابلة. ما حصلش يعني ان اي طرف في مصر استهدف المكتبة، ولا علمانيين ولا إسلاميين ولا مسلمين ولا أباط ولا يمينيين ولا يساريين، ولا كلهم بيعتبروا المكتبة دي مؤسسة قومية، وده اللي كنا عايزين نوصل له الحقيقة طبعا، إن المكتبة مؤسسة قومية. مما بقى مستقبلا هيحصل إيه الله أعلم، إنما طول بتهيألي ما احنا ملتزمين بإن المكتبة مكان مفتوح للحوار والنقاش، وإن المطلوب بس احترام الغير، ما حدش يهاجم واحد بصفة شخصية نختلف في الرأي، إنما في الآخر في احترام متبادل للنقاش، المكتبة هتستمر في دورها. تقرير السنة دي ده بقى كده عشان حصلنا فيه الثلاث سنين اللي فاتوا اللي احنا ما اجتمعناش فيه. السنة دي الحقيقة في حاجات كثيرة جدا. أول حاجة إن احنا ما زلنا مستمرين في سرعة إنتاج كبيرة جدا، يعني دي مثلا عدد الكتب اللي طلعت في السنة اللي فاتت دي، غير مشروع كتب التراث اللي أنا هتكلم عنه لوحده. وبعدين الإسبريسو بوك ماشين اللي بعضكم يعرفها موجودة برة وبقت تشتغل دلوقتي، وفيها 20,000 كتاب من عندنا كتب خارج الكوبي رايت، وفي تقريبا 1,000,000 كتاب تابعين لجوجل، جوجل بوكس حطاهم اوت اوف كوبي رايت. طباعه فوريه، طباعه وتغليف كتاب يصل عدد صفحاته الى 500 صفحه في دقائق معدوده. وده دلوقتي قابل ان اي حد منكم اللي عايز كتاب اقل من 200 صفحه ب 20 جنيه، كتاب اكتر من 200 صفحه ب 40 جنيه، وكتب جوجل بالكبيره ب 50. هنا بقى الأحداث اللي بنعملها والفعاليات، عندنا حوالي 700 من دول، فدي البوسترز اللي بنستعملها في المعارض والحفلات والندوات إلى آخره. إنما الناس بتشوف الفعاليات ما بتشوفش الشغل الحقيقي اللي بتعمل في المكتبة، واللي هو مفخرة المكتبة، واللي هو مبهر للعالم الخارجي. زي اللي بيخش جوه مبنى بيشوف العمارة بتاعته والديكور وبتاع، ما بيفكرش في الأساسات. الأساسات لو معمولة صح العمارة سليمة، الأساسات لو معمولة غلط هتلاقي شروخ والمية ضربة ومش عارف ايه ومشاكل كتيرة جدا. انما ايه بقى البنية التحتية دي؟ يعني مثلا من المؤسف ان العالم العربي بقى له 200 سنة بينشر كتب ما طلعناش مانيوال اوف ستايل.
يعني ادي شيكاغو مانيوال اوف ستايل والترابيان والاكسفورد وال بتاع الاوديتر الاوثرز والاديترز وبتاعه اليو اس جفرمنت، كل الناس مطلعه مانيوالز اوف ستايل، ازاي الواحد يحط هوامش، ازاي يكتب بيبليوجرافي، يحط اسم المؤلف ازاي في حاله اديتر لو اكتر من واحد، هل يتحط الاسم الثاني الاول وفصله وبعدين الاسم الاولاني ولا العكس ولا وهكذا. في قواعد لازم تتعمل في الحكايه دي، احنا عملناها دلوقتي بنعمل تاني اديشن ليها بناء على استعمالها في السنتين الثلاثه اللي فاتوا. في شغل بيتقال في العالم العربي ان احنا بنعمل عرب يونيون كاتالوج، ما بنعملش عرب يونيون كاتالوج. اللي اتعمل لغايه دلوقتي عباره عن ان المكتبات العربيه المختلفه تدي الفهارس بتاعتها وتتجمع في ديجيتال فايل، ده مش شغل. احنا بناخد الدوي ديسيمال كلاسيفيكيشن سيستم ومش بس ترجمناه الى اللغه العربيه، احنا اضفنا اليه. الحقيقه دكتور محمد كمال امام كان معانا ووسعنا، قلنا لهم العدد الموضوعات اللي عندكم عن الاسلام لا مش كافيه، لازم نفصل اكتر قوي، فعملنا الكاتيجوريز الجديده وتبنوها وسي ال سي تبناها، وعملنا المارك اللي هو السيستم بتاع المكتبات المعاصر. جمعنا 136 الف رساله جامعيه بنعمل لها دلوقتي رقمنه عشان يبقى سهل الناس ترجع لها تاني. اخذنا السيداج مؤسسه فرنسيه موجوده عندها مليون مقاله قصصات من 50 سنة تقريبا، جمعناهم دلوقتي وبنعمل لهم رقمنا. خلصنا 90 ألف منهم، لما هنوصل 150 ألف هننشره غالبا في وسط سنة 2014، وشكله كده. ادي المقالة تبقى طالعة كده، وهنا ممكن تعمل الميتا ديتا بتاعتها والبحث بتاعها يطلع ازاي. زودنا للأرشيف بتاعنا السنة دي الأرشيف بتاع الرئيس محمد نجيب، فبقى عندنا رئيس محمد نجيب والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات، خلصنا الأرشيفات بتاعتهم. عندنا تكنولوجيا متقدمة جدا في كل حاجة بما فيها الروبوتس، الروبوتيك ديجيتايزر، ودوليا بنقوم بدور وأدوار متعددة جدا يمكن الناس ما تعرفهاش. يعني في حاجة اسمها VIAF، VIAF ده مشروع مشترك ما بين المكتبة القومية الفرنسية والمكتبة الكونغرس الأمريكية والمكتبة الألمانية. الثلاثة قالوا ان احنا عندنا قائمة استناد اللي هي عشان تعرف طه حسين تكتب ازاي، او اي اسم هتكتبها، مثلا لو لاتينايزد هتكتب HUSSEIN ولا AIN، ولا التزام بكل هذه حاجة عشان تبقى ايه الموحدة. فVIAF ما بين الثلاثة عايزين يوحدوا القوائم الاستناد بتاعتهم. قرروا انهم مش بس بيعملوا كده، ثلاث مكتبات الكبار دول فرنسا وامريكا والمانيا، انما انهم عايزوا من 30 مكتبة تانية. احنا المكتبة الوحيدة في العالم العربي اللي بيقبلوا الحاجة بتاعتها، واحنا قدمنا لهم لغاية دلوقتي 35 الف authority record و 145 الف bibliographic record دخلوهم عندهم اعترافا من مستوى الشغل بتاعنا. انا برأس المجلس التنفيذي بتاع المكتبة الرقمية العالمية، دي 100 مكتبة من 70 دولة انتخبونا احنا نبقى رؤساء هذا العمل على المكتبة الرقمية العالمية، سكرتارية في مكتبة الكونغرس الامريكية. مشروعات الكبيرة بتاعتنا مستمرة، يعني احنا برضو اعضاء في الاكزيكتيف كونسل في مشروع ضخم جدا اسمه الانسيكلوبيديا اوف لايف او موسوعة الحياة، ده موجود على النت دلوقتي. في الفكرة ان كل كائن معرف علميا يبقى له ويب سايت، والويب سايت دي فاحنا عندنا 1,300,000 حوالي 1,900,000 سبيشيز، لغاية دلوقتي في 1,300,000 صفحة اتعملوا، وفي طبعا معلومات وصور والى اخره. ومن وراهم في حاجة اسمها البايوديفيرسيتي هيريتج لايبرري، دي فيها 600 مليون صفحة من الكتابات العلمية، 70 مليون منهم اترقمنوا لغاية دلوقتي، يعني شوية أكتر حوالي 12% يعني تقريبا. فهنوصل 1.9 basic species pages و70 مليون صفحة، ده الهدف، ده اللي خلص دلوقتي and growing. احنا بقى الحقيقة دي الصفحة شكلها ايه، احنا بنعرب الكلام ده وبنسمح بالدخول عليه باللغة العربية وبنزود النشاط العربي او العلماء العرب نوصله اليهم. فتلاقي ادي كل صفحه لكل كائن، انكلودينج نباتات، انكلودينج
بروتوزوا، ميكروبات إلى آخره، وفي توصيف صفحات مكملة لها. فموسوعة الحياة eol.org تقدروا تخشوا عليها دلوقتي، وإحنا دول الشركاء اللي فيها في تصميم البنية بتاعتها، إحنا والسميسونيان، وده جزء من الأكاديمية للعلوم الأمريكية. زودنا الحقيقة المادة العربية، وده البيوديفيرسيتي هيريتج لايبرري اللي هو زي ما قلت 600 مليون صفحة من الكتب والمواد، اتعمل منه 70 مليون صفحة لغاية دلوقتي. ادي الصفحات شكلها كده. هنا في المكتبة عندنا حاجة اسمها سوبر كورس، محاضرات زي اللي انا بستعملها ده، هي بتاعة الباوربوينت، في منها 170 ألف محاضرة من علماء نوبل ليونج اسيستنت بروفيسورز ببلاش فور فري، اي حد يقدر يستعملها، ينزل محاضرة كاملة ويديها، ياخد صورة من هنا وصورة من هنا ويستعملها ويكون محاضرته لو هو عايز، اهلا وسهلا، كله ببلاش. بيستعملها النهاردة اكتر من 60 ألف واحد في العالم، بيدرسوا لأكتر من مليون تلميذ ببلاش كله. احنا في مكتبة اسكندرية اللي عملنا الكلام ده. عملنا كمان ده الجزء الصعب اللي فيه، ان في سيستم ان احنا نقدر نلاقي بالكمبيوتر داخل السلايد الواحدة، سلايد زي دي، الكلمة، يقدر يدور على كلمة داخل السلايد واحدة من محاضرة واحدة من 170 ألف محاضرة ويلاقيها. احنا بدأنا سنة 2006 ب 3700 محاضرة كانوا موجودين في، كان في بيتسبرغ على الصحة، وبعدين ده كان بدأ إبيديميولوجي، بدأنا بالإبيديميولوجي وجلوبال هيلث، وحولناه إلى كل الساينسز. 2008 في المؤتمر العلوم قررنا أن احنا نعمل سوبر كورس، وده فين سيرف على فكرة، ده أحد التلاتة أو الاثنين اللي ألفوا اللي اخترعوا الإنترنت، هو بوب كين اخترعوا TCP/IP اللي هو الإنترنت زي ما مسمين النهاردة، وتيم برنرز لي اخترع WWW فيما بعد، بعدين بمده. فبين سيرف وانا وجيل اومن ورون لابورت، ده اللي هو كان عمل الابيديمولوجي، وده كان رئيس الامريكان اكاديمي فور ذا ادفانسمنت اوف ساينس، وانا وبين سيرف اللي بنقود المشروع ده، والمشروع ده دلوقتي ده الموقع بتاعه، وفي زي ما قلت 170 الف محاضره في الموضوعات دي. بدأنا بالبابليك هيلث والكمبيوتر انجينيرينج والاجريكلتشر والبيئه الانفايرمنت، وممكن يتنوع يعني، ممكن الناس تغير فيه وتعمل حاجات تانية. في بقى حاجه ما حدش يعرفها اسمها الانترنت بريزرفيشن كونسورتيوم، يعني اللي هي الناس اللي بتفكر طب هنحمي الانترنت ازاي مستقبلا. في لجنه دائمه في حوالي 150 مؤسسه بتشترك فيها، وفي لجنه دائمه من حوالي 12 ل 15 مؤسسه احنا اعضاء فيها. مكتبه اسكندريه عضو من ال 12 دول، اللي بيقعدوا يلتقوا حول قضيه ازاي نتعامل معها، ازاي هنقدر نحمي معلومات الانترنت للاجيال القادمه. فادي جلوبال نتورك اوف اكسبيرتس اركايفنج ذا ويب فور فيوتشر جينيريشنز، ده الموقع بتاعهم يعني، انا ما جبتهاش من بره. حاطين مين؟ مكتبة اسكندرية على الموقع بتاعهم. صحيح مكتبة اسكندرية القديمة، بس معلش على اعتبار ان مكتبة اسكندرية القديمة كانت عايزة تجمع المعرفة الانسانية كلها. فاحنا اعضاء في اللجان. الشغل ده ما حدش بيشوفه ولا حد يعرفه ولا بتاع، انما هو ده الشغل اللي بيخلي مكتبة اسكندرية فعلا مش بس يعني بنتابع اللي بيحصل، لا احنا مشاركين في صناعة هذا، والتانيين معترفين بينا يعني، هم معترفين بالاسهام بتاعنا. Our community comes together annually to share experiences and present solutions. في اجتماع سنوي بنحضره بنعمل الحكايه دي. السنه دي بقى، السنه اللي فاتت 2013 دي، حصل بقى ثلاث حاجات مهمه هقول لكم عليها. اول حاجه مجلس الامناء بتاعنا عمل خمس مراكز جديده. المركز الاول اللي هو بتاع اللغويات الحاسوبيه العربيه، هتكلم عنه بعد شويه، لان ده هقول لكم حاجه كده باختصار شديد هتشوفوها كمان شويه دلوقتي، جوجل فشل واحنا نجحنا، دي كبيره قوي دي. الشباب بتاعنا نجح في اللي فشل فيه خبراء جوجل. في بقى الحقيقه مركز دراسات الحضاره الاسلاميه والفكر المعاصر،
وده اللي بيطلع في مشروعات مختلفة، إنما المشروع الأساسي بتاعه اللي هو مسؤول عنه الدكتور صلاح جوهري، وبيسنده بقى مجموعة من الزملاء الآخرين. دكتور صلاح معانا هنا، دكتور صلاح فين هنا؟ أي أنت مستخبي ورا هناك. فده احنا فخورين بهذا الإنجاز. الكتب دي الحقيقة في منتهى الجمال، وكتب كل كتاب من الكتب اللي هي تمثل الفكر النهضوي الإسلامي في 200 سنة اللي فاتوا. وكل كتاب يعني مثلا لو أخذنا رفاعة الطهطاوي، أخذنا قاسم أمين، أخذنا حد من دول، بيبقى فيه مقدمة مطولة جدا حوالي 40-50 صفحة، بيبقى فيها من هو هذا الشخص وإيه إنتاجه وشكله إيه وإيه موقع هذا الكتاب من إنتاجه، تلخيص للكتاب إيه أهم نتائج هذا الكتاب وقت ما ظهر، وليه الكتاب ده يستحق إن احنا نقراه النهاردة. ثم بيبقى فيه نص كامل، لأن المختصر موجود في المقدمة، إنما نص كامل وأنا بفوته على طلبة في الجامعة، قلت لهم الكلمة اللي صعبة تعلموا عليها بالأصفر كده، بنحط لهم هامش فوتنوت تحت تشرح الكلمة عشان يعرفوا يقروها. حقيقة السنة دي إن شاء الله إحنا دلوقتي في هيبقى في 50 مجلد، 50 فوليوم ظهروا، عمل ضخم جدا بدأ من كذا سنة، والحقيقة ده ماشيين، وإن شاء الله هنوصل ل 100-150 كتاب، وفي مشاركة كبيرة جدا، وفي بقى ندوات وأمور أخرى. ودكتورة مها بتحضر لنا موضوع المرأة في الإسلام، ده جزء من الندوات اللي هنعملها هنا. إنما في نفس الوقت عندنا مركز جديد للدراسات الإبطية، وعملنا بقى إنجازات كثيرة في هذا الميدان، وبدأت تكتر الإنجازات بتاعتها بندوات وغيره في أماكن مختلفة. دكتور صلاح سليمان بيساعدنا في إقامة المركز بتاع الدراسات البيئية، وبالذات عنده شبكات من الشباب اللي بيتدربوا مع إشي مع السويد وإشي بتوع أفريقيا، فعندنا حاجات كتير سوا. ونظرا ان احنا اصبحنا رابع مكتبه فرنكوفونيه في العالم، عندنا ايضا مركز في نشاطات فرنكوفونيه. الفرنكوفونيه غير اللغه الفرنسيه، انا عايز اكد على هذا. الفرنكوفونيه اخذت بعد انساني دولي في التاكيد على الاكسبسيون كولتوريل، اللي هو ان التجاره العالميه حاجه، وحق أي مجتمع أنه يعبر عن ثقافته بالطريقة اللي تناسبه حق تاني. فأصبحت هي فرنسا اللي وقفت قدام أمريكا في الحكاية دي، فقالوا عليها أنت عشان اللغة الفرنسية، لا مش اللغة الفرنسية دي، لأي ثقافة في أي مجتمع أنه يدافع عن نفسه وما يتفرجش عليه أبعاد تانية. فمثلا من ضمن الحاجات، وسمير فريد هنا هيقدر هذا، أنه من حق الدولة أنها تساند صناعة السينما، انها تساند المسرح، وده ما يعتبرش اخلال بالاتفاقيات الدوليه بتاعه التجاره العالميه، اللي يقول لك لا ما تقدرش تدعم ايرباص وما تقدرش تدعم بوينج ومش عارف ايه، دي تجاره وصناعه دي حاجه ثانيه. انما الثقافه لازم يبقى لها بعد اخر، ان كل دوله تقدر تدعم ثقافتها، وبذلك البعد الفرنكوفوني له مفهوم اخر. كنا لسه عاملين مؤتمر على باسكال واختراعات باسكال في الفكر وفي العلم وفي حاجات كثيره جدا. المكتبة حصلت على جائزة هامة جدا، الجولبينكن برايز، ده جائزة دولية يعني معاها 250 ألف يورو، على اعتبار أنها مؤسسة رائدة في حماية القيم الإنسانية. دولنا سنة 2013 احنا اللي خدنا الجائزة دي. وبعدين عملنا تاني أكبر اتفاقية في تاريخ الكتب، الرويال تروبيكال انستيتيوت في هولندا، مؤسسة عريقة عمرها 230 سنة، ولأسباب عديدة قررت الحكومة أنها في ترشيد الإنفاق طالبين أنهم يلغوا المكتبة بتاعتهم، وأن يوزعوا الكتب بتاعة التروبيكال انستيتيوت على الجامعات الهولندية. فحصلت ثورة في هولندا، وأنا جالي نسخة كوبي كده على إيميل، واحد بيكلم إيميل تاني، فأنا رحت رادد عليه وطلع أنا حاجة أخذ المكتبة كلها. فقال لي إزاي ده، لازم قدامنا 3-4 أيام. قلت له ولو هنخلص 4 أيام الاتفاقية، وعملت الاتفاقية ورحت لهم وعملنا الاتفاقية، لأنه المكتبة دي مكتبة ضخمة جدا، كان فيها تقريبا أكتر شوية من 500,000 كتاب على قضايا التنمية. أساسا هم مركزين على قضايا التنمية،
ففيها طبعا تنمية اقتصادية وتعليم وصحة وإسكان وطرق وزراعة وأمن غذائي ومياه وبيئة وإلى آخره. وده الموقع بتاعهم زي ما انتم شايفين، Sustainable Development وHealth ومش عارف ايه، دي الحاجات الموقع بتاعهم. اتفقت معاهم انا هاخد المكتبة كلها ما عدا الكتب الهولندية. قلت له انا ولا عندي مكتبيين هولنديين ولا عندي قراء هولنديين، بالإضافة إن وزارة الخارجية بتاعتهم احتفظت بالموضوع الحاجات اللي باللغة الهولندية لأن فيها تاريخ علاقات هولندا مع المستعمرات لما كان لها مستعمرات، فاحتفظوها جزء من التاريخ في الأرشيف القومي. فاحنا يوم 6 يناير هنبتدي نغلف كتب، هيبقوا في حدود 430 ألف كتاب. دلوقتي ده بيعمل ده توقيع الاتفاقية، ده السفير بتاعنا، ده توقيع الاتفاقية. اللي يؤسفني بقى، مش هقول بس طبعا احنا ظروفنا مركزة على السياسة شويتين، الخبر في مصر طلع كده في حاجة قد كده في صفحة داخلية في الأهرام في هولندا، ده الصفحة الأولى، ادي مكتبة اسكندرية. الصفحة الثالثة كاتبين ايه هنا؟ Egypt saves the books of the Tropical Institute. وجالي كميات من جوابات الشكر من المثقفين الهولنديين، ما تتصوروهاش، ان حافظت على الانتجريتي بتاعت الكوليكشن. بدل ما الكوليكشن تتوزع، الكوليكشن اتجمعت في 200 سنه، هنرجع نوزعها 30,000 هنا و 40,000 هنا و 20,000 هنا. فكانوا زعلانين جدا وكانوا بيهاجموا الحكومه بتاعتهم جدا. فالحقيقه يعني لقينا دعم كبير، بلاد بتهتم بالكتب حواليها. طب ده بيعمل لنا ايه بقى؟ مكتبة اسكندرية دلوقتي اصبحت مكتبة ضخمة جدا. احنا عندنا حاليا 1,413,166 تايتل، زائد لما هيجيلنا كت، فده ادي كت 430,000 تقريبا، يعني هنشوف بالظبط هيبقى هذا هو الرقم. ولكن الحقيقة لو زودنا عليهم، لسه بقول لمحمد سليمان الحكايه دي، لو زودنا عليهم المانوسكريبت والرير بوك كولكشن بتاعتنا تقريبا 75,000، والمايكرو فورم كولكشن اللي هي متصوره بالمايكرو فيش الى اخره، يعني مثلا عندنا 15,000 مخطوطه بتاعه البريتش لايبرري كلها متصوره في 44,000 مايكرو فيش، فدول على بعض هيدينا التوتال اكتر من 2 مليون ايتم. تبقى مكتبة اسكندرية أصبحت فعلا في 10-12 سنة مكتبة بأي معيار دولي، مكتبة لها من الموارد العلمية ما يقارن بأي حد. اشتراكات بتاعتنا أكتر من 70,000 دورية، يعني تقريبا صعب أن هتلاقي عنوان مش موجود عندنا. وهندخل تكنولوجيا جديدة في مصر، دي تكنولوجيا ضخمة جدا. أنا ما أحبش أن يبقى فيه تكنولوجيا في حتة ما نبقاش احنا عارفينها والشباب بتاعنا داخل فيها. فده كان في استراليا، وده في جزء جميل، وده المخترع بتاع الحاجات دي، وانا هوريكم المسألة دي. ثانية واحدة، لازم في ده تكنولوجيا بسميها البوينت كلاود سيستم، وشكلها كده طريف جدا، بس الجهاز الصغير ده $20,000 اخترعوه في استراليا. ده موقع تاريخي بالنسبة لاستراليا، يعني طبعا ده بالنسبة لنا ده ولا حاجة خالص في الاثار بتاعتنا، انما المهم هيعملوا فيه ازاي، هيرفعوه. Researchers from a government robotics lab are about to give this historian the ultimate map of the site using a small revolutionary tool. So all we got in the bag is a laptop and a battery. Robert Zlot and Mike Bosser are the designers of Zebedee, a handheld 3D laser scanner. We can really just stick this into a backpack or other bag, just connect everything and be ready to go within a few minutes. Good, I have a mobile interface.
3D mapping is really important to the site. It gives us a very unique and rare opportunity to document the site in a manner that we've never been able to do before. This is our laser scanner Zebedee. Most of it's a commercial off-the-shelf hardware. Now the way three-dimensional scanning works, you take a two-dimensional scanner and you then move it, then that gives you the three dimension. Laser scanning isn't new, but past systems were bulky, expensive, and time-consuming to use. Other sensor systems really rely on being rigidly fixed, so either on a tripod or if they're mounted on a vehicle, there's a lot of work into making sure that it's very rigidly attached. We can just have it in the spring, so we just let the natural motion of the operator excite the third dimension. With their scanner, Rob and Mike are mapping the topography and the buildings on the site, inside and out. And since we don't require any infrastructure, we can pretty much take it anywhere. So there's one spot where the caving nature of the device works well. What's different is that Zebedee is using static surfaces in its environment as its point of reference, instead of relying on being held level on a tripod or vehicle. We're collecting tens of thousands of measurements every second, and because it's rotating and scanning around the environment, we're actually collecting tens of thousands of surfaces in all different directions. Tens of thousands. Jonathan Roberts is the director of research at the Autonomous Systems Lab. He says the device appears simple, but it's the software that makes it sophisticated. They've come up with some incredibly clever algorithms and software to actually take all that information and do a completely new type of processing to end up with these 3D maps. It runs about 75% of the time it took me to collect the data. So the white line here is the path of the sensor. The المكان الأبيض ده اللي مشي فيه وده 10% من الاحصاءات بس. هيوريهالك بسرعة اهو يقدر يعملها اذا مشي في ساعة يعمل التحليل في اقل من 3 4 ساعة وادي الصورة. The next generation prototype is the one Mike carries, equipped with a small camera to colorize the scan. With a camera we can then reproject the lasers. دي الصورة دي كل النقط دي بتكون الصورة في ثلاث ابعاد. فهنا زود اللون. هو ميزة الكالرز ان لو في حاجة مكتوبة على الحيطة بيقدر لما يصور هيعرف دي سودة ودي بيضة يوم يطلع الخط تعمل البيكسل الواحدة بتطلع تعادل سنتي في سنتي في مبنى كبير يعني بدأ يعمل هنا بقى البادجت بقى الفرق الفظيع في البادجت time and money savings could be when they mapped an old leper colony and it's a very complicated site it has about 70 buildings and it would probably take about 400 setups of a tripod which would take you know a team of a couple of people probably 3 or 4 weeks to do costing many tens of thousands of dollars in their time and my guys يعني اثنين بالترايبودز العادية هتاخد منهم حوالي 400 مرة يحطوا الترايبود في حتت مختلفة وهتاخد منهم 3 إلى 4 أسابيع الناس اللي بتشتغل هنا هتخلصوا في ساعة ونص عشان لما يشوف حاجة زي دي يقدر يعرف حد نقل حاجة حد زود حاجة ولا لا ممكن يعمل سكان بالليل ويجي سكان الصبح ويقارنهم على بعض فأربع خمس دقايق يعرف إذا كان في حاجة اتنقلت ولا لا فبيبقى فيه أهو الأزرق ده تشال والأحمر ده أضيف هو نقل بتوع البلاستيك دول من هنا لهنا فبيقدر يعرف على طول من غير ما يفتش الأوضة كلها يقدر يعرف إيه اللي فيها تاير فأنيوي دي بتديكوا فكرة عن التكنولوجيا دي فأنا اتفقت مع جماعة في أستراليا اللي عاملين الحكاية دي إن إحنا عايزين إن نتعاون معهم وحييجوا هنا لأن أنا عايز الشباب بتاعنا بتاع اللي بيشتغل في الكمبيوترز إن هو يتملك
البوينت كلاود سيستم بتاع السكاننج ده عشان نقدر نمشي بيه. وده الراجل اللي شفتوه في الفيلم ده. فعايزين نجيب بوينت كلاود تكنولوجي في مصر ونعملها. انما بقى اخر حاجه هوريها لكم النهارده الانجاز اللي عملناه في اللي بقول فيه ان جوجل فشلت واحنا نجحنا. شفتوا قبل كده بعضكم مش كلكم ان في مجموعه هنا جديده اليو ان ال، كنا اتكلمنا عن اليو ان ال. فانا هرجع تاني اليو ان ال بسرعه كده، ان انا فكره بدات مع الامم المتحده في الترجمه الفوريه بالكمبيوتر. فلو عملت لغه عربيه لغه انجليزيه والعكس هعمل لهم برنامج خاص، واللغه الفرنسيه والعربيه اعمل لها برنامج خاص. الفكره بتاعت الامم المتحده قالت لا عايزين نعمل حاجه لغه موجوده، لغه كمبيوتريه لا تنطق ولا تقرا ولا اي حاجه، انما تتميز بانها ريجيدلي لوجيكال يعني، وان الترجمه تبقى من العربي الى اليو ان ال وترجع من اليو ان ال الانجليزي، والانجليزي يرجع يو ان ال تاني ويرجع الى اللغه العربيه. طب ليه كده؟ لان لو عملت دلوقتي الفرنساوي نفس الطريقه هتلاقي ان الفرنساوي فتح على الانجليزي، ولما زود الالماني يبقى الالماني فتح على الثلاثه، والاسباني وهكذا. دي بقى تهم الامم المتحده في ايه؟ ان اللغات الصغيره زي مثلا ارمني، ما حدش هيعمل ارمني عربي عربي ارمني، ما فيش ماده كافيه وما فيش ما حد يصمم لها برنامج. انما علماء اللغه الارمنيه هم اللي يشتغلوا على ارمني يو ان ال يو ان ال ارمني، واللغه العربيه نشتغل عربي يو ان ال يو ان ال عربي، ويبقى بعد كده نقدر نفتح على بعض. في حاليا 48 مجموعه لغويه بتشتغل، واحنا بنعتبر احسن مجموعه لغويه حتى من الفرنساويين والالمانيين. فده كان الفكره الاساسيه، وبدات ادي الترجمات دي اتعملت بالكمبيوترز دي. ده شكل اللغه بتاعت اليو ان ال عشان نبين لكم انها حاجه ملهاش علاقه ولا حد يقدر ينطقها ولا يتكلمها ولا يقراها ولا اي حاجه، هي لغه مجرد لغه لوجيكال ستراكشر تمبلت يعني. الفكره طبعا في ان احنا بنيجي وبنقول اذا خدت انا جمله بسيطه زي اكل الولد التفاحه ترجمتها في لغات مختلفه هلاقي ان مكان الكلمه بيتغير وانه شكل الجمله بيتغير، انما اقدر اعمل لها توصيف يعتبر توصيف يونيفرسال. طيب هذا التوصيف اليونيفرسال هل اقدر ارجعه تاني للغه العربيه؟ ايوه اقدر، بس لازم الاول بعمل ديكشنري يطلع لي الكلمات، ولكن هذا لا يكفي، لازم اعمل كذلك العلاقات اللي بينهم دي تقتضي ان انا هعمل لها جرامر عربي عشان اطلع جمله سليمه. فاذا لازم الديكشنريز ولازم الجرامرز وبتاع، فمش مجرد لغه يو ان ال، ده في شغل كتير قوي في الحكايه دي، ونطلع جمله متكامله. فبناخد الجمله بنحولها، بنتاخد جمله زي دي تتقسم الى نودز، وبعدين النودز نعمل علاقات بينها وبين بعضها وتطلع شكلها حاجه زي كده. ده اللي بيخش اليو ان ال. طيب اخدت تتعمل ازاي الحكايه دي؟ هتتعمل بسرعه جدا، هي اكشن اللي هوريه لكم ده بيتعمل في اقل من 5 ثانيه يعني 0.25 of a second يعني، لغايه ما يطلع تاني زي ما شفتوه. طب ايه بقى اللي احنا بنعمله للغه العربيه في الحكايه دي؟ انا قلت لهم الحقيقه ما يهمنيش ايه اللي هيحصل في الترجمه، نجحت او لم تنجح الترجمه في الاخر، انا بضع قواعد اللغويات الحاسوبيه العربيه Arabic Computational Linguistics. مفروض ان زملائنا في مجمع اللغه العربيه هم اللي يقوموا بهذا، بس يمكن اللغه حكايه الكمبيوترز دي مش واخدين عليها زينا. زائد عايزين نزود المضمون العربي، فانا عندي هنا العربي 1.2 من الماده على الانترنت، والانجليزي 55% مثلا، دي اللغات الثانيه. ففي محاولات مختلفه بس ما فيش دوبليكيشن من اللي احنا عملناه. ده الفريق بتاعنا، مركز اللي عندنا، دي المجموعه اللغويه ودي المجموعه الكمبيوتريه اللي بيشتغلوا مع بعض، وسميناها على اسم الراحل الكبير ابراهيم شحاته الله يرحمه. وعندنا هذا المركز له اهدافه، ولكن بنتعاون مع الجامعه العربيه وبنتعاون مع الالتك ومع الجمعيه المصريه للهندسه اللغويات الى اخره. نعم، عشان نعرف نتقدم بنينا حاجه اسمها الانترناشونال كوربس اوف ارابيك اللي هي المدونه العربيه. دي بقى مهمه جدا، حطيت انا البنش مارك انه لازم يبقى احسن من احسن كوربس انجليزي.
فاللغة العربية في كوربرتس بس ما هيش مقنعة يعني، وحتى الكوربرت كوربورا اللي موجودة في أمريكا اللي عملها بنسلفانيا مثلا فيها 1,000,000 كلمة بس. فإحنا الحقيقة، وده بتاعت الملك عبد العزيز، إحنا بقى اللي عملناه في مكتبة اسكندرية في ال7 سنوات اللي فاتوا هو ده، عملنا كوربس هيبقى عنده 100,000,000 كلمة بيتعامل مع اللغة العربية المعاصرة، مش التراثية، اللغة العربية المعاصرة وجميع أنواع اللغة العربية ومن جميع الدول العربية، وبتدي فرصة للباحثين أنهم يستعملوها في الناتشرال لانجويج بروسيسنج، ولازم تبقى بقى مورفولوجيكلي وسينتاكتيكلي وسيمانتيكلي ادفايزد. ده السورسز بتاعتنا، وده أنواع الموضوعات اللي بنغطيها كلها، يعني أي علوم وفنون ورياضة وإلى آخره. عايزين بقى إنها ما تبقاش دومينيتد من بلد عربي واحد زي مصر مثلا، فبناخد من السورسز دي أولا الإعلام والأرتيكلز على النت والكتب والأكاديميات، الجانرز المختلفة من الرياضة للأدب إلى إلى إلى، وموازين الدول كلها. يعني مصر 13% من المدونة، وبعدين بالتالي اللي احنا عملناه لغاية دلوقتي 120,000,000 كلمة جمعناهم، دخلنا منهم 80,000,000. ليه ما دخلوش 120,000,000؟ عشان لازم احافظ على الثلاث موازين دي، انواع الموضوعات، انواع الدول، انواع الموارد المختلفة. حللنا منهم 55,000,000 كلمة، عملنا compilation of text بتاع 15,000 والجذور 3,000. ولما بعاكس الدكتور سامح واقول له ليه جذور كده ونشوف الجذور، قال لي يا دكتور الجذور الانجليزي باقصى حاجه بيطلعوا 4-5 كلمات، احنا عندنا في الجذر العربي فيه لغايه 146 كلمه اوريهم لك، فادينا فرصه في الحكايه دي ولو حق في هذا. فاذا احنا عملنا ايه عشان تقدروا تتخيلوا، كل كلمه من دول لها 16 لكسيكال كواليفاير اللي هي دي الحاجات دي كلها، بحيث انه بيبقى باين كده. يعني تخيل ده جدول في 100,000,000 صف و16 عمود، ده بيتملي بقى، ولها ميتا ديتا بحيث اقدر ارجع على كل كلمه فيها، وبعدين الكوربس ده محلل، وبعدين راجعناه باليد مع خبراء لغه عربيه 2,000,000 كلمة منه. زي مثلا هنا لقينا 3 افعال عايزه تتظبط، ظبطناها. فده اللي عملناه لغايه دلوقتي. حاليا قدرنا نصل الى دقه بتاع 90%. يعني ايه دقه؟ انا عندي 2,000,000 كلمة ظبطتهم 100 100، بيدي مشيت عليهم كلمه كلمه مع الخبراء، هجيب الكمبيوتر بروجرام وامشيه على 2,000,000 كلمة قبل ما اصلحهم انا، هيصلح كام واحده فيهم، كام غلطه من اللي انا صلحتهم باليد. حاليا وصلنا تقريبا 90%. يعني عايزين نصل الى ما بين 95 و98. لما نصل الى هذا هنقدر ان احنا ننشر ده، وان شاء الله في ظرف كام شهر هنقدر نعمله. فال2 مليون كلمه بنوديها في المورفولوجيكال انالايزر بتاعنا، وبنطلع بالبريسيجن اند ريكول بتاعنا اللي هو 87%. ده اللي يهمنا. السؤال بقى، انا هل هقدر اوصل ده الى 95 98%؟ ليه انا مهتم بالكلام ده كله؟ عشان طبعا بعد كده هقدر اعمل حاجات كثيره جدا في اللغه العربيه، والكمبيوتر بيقرب بقى اللي بنسميه دلوقتي contextual interpretation، او قريب من انواع الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي. طيب يقدر يديني ايه؟ يقدر يديني ابسط حاجه اللي هي disambiguation، يعني ان اجد كلمه زي كتب نجيب محفوظ العديد من الروايات الرائعه. طب نجيب دي تبقى ايه؟ ممكن انها تبقى وصف لشخص، شخص نجيب، ممكن تبقى اسم، وممكن تبقى نجيب لان ما فيش تشكيل، ممكن تبقى الحاجات دي. فمن الكونتكست اقدر اعرف وحعرف اختار الكلمه دي اني ارجع للمدونه الضخمه بتاعتي دي. وبعمل بقى حاجات كتير قوي، مورفوتاكتيك كونسترينتس وبتاع مش عارف ايه، يعني شكلها كده اللي هي مورفولوجيكال وسينتاكتيك كونسترينتس. اخدت كلمه زي ادركونا او ادركونا، طيب هفصصها ولازم اشرح كل واحده فيها، اشوف ايه امكانيات تكوينها، ونشوف الالف والنون والواو والنون الف والحاجات دي كلها تبقى ايه. دي في 68 possible explanation. من العودة المدونة هقدر أوصل إلى أنها ادي past tense prefix زائد دركة catch واو they na us، المعنى طلع سليم.
التحدي الكبير مع جوجل اللي هو التشكيل العربي، لأنه التشكيل مش بس لازم أعرف الكلمة، يعني أشوف عين لام ميم دي علم ولا علم ولا علم ولا علمة، لازم أعرف ألاقيها، ولازم في الجملة أقدر أعرف ده فاعل ولا مفعول به ولا مضاف مضاف إليه، قدامه حرف جر قدامه حرف علة، هعرف الحاجات دي إزاي. هنا بقى لازم أعرفه في two systems، في system statistical approach اللي كانت تستعمله جوجل. جوجل كان بتاخد كميات ضخمة جدا من الكلمات وتحطها من على النت، تحطها وتحاول انها تشوف patterns احصائية والprobability ان الكلمة تبقى كده. وفي system اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو rules based، احنا بنضع قواعد وبنمشي بالقواعد اللغوية والقواعد بتاعت الدلالة والفهم الى اخره. الرولز بيزد صعب جدا على الناس كلها، لانه محتاج لمدونه ومحتاج ل عربي جرامر ريفرنسز ومورفوتاكتيك ريفرنسز وسنتاكتيك ريفرنس، كل الحاجات دي كلها. ادي جوجل موقع بتاعه، the google diacritize apl is no longer available, thank you for your interest. نسبه الخطا فيه كانت زياده عن اللزوم، ما يقدروش انهم يخفضوا نسبة الخطأ. انا لسه ما نشرتش الحاجة بتاعتنا غير للعلماء، طبعا احنا بنبعت للعلماء المتخصصين في اللغة في العالم، انما ما نشرتهاش لان عايز اوصل ل 95 إلى 98%. فلما كنت في الصندوق العربي من اسبوعين بفرجهم الحاجات دي، اللي انشر دكتور، قلت لهم ليه؟ انتوا شايفين اللي حصل لأوباما؟ نشر الهيلث ويب سايت بتاعه قبل ما يجهز، شفتوا النتائج اللي حصلت له؟ احنا عايزين ادونا كده كام شهر زياده، بقى لنا 7 سنين مش هتفرق كام شهر زياده. فادي اللي احنا عملناه، وبناخد الكلمه وبنحللها على كل المفاهيم دي وناخد البيست تشويس. فادي جزء من مقاله، خبر طالع من الاي اف بي على مصر 3 جنود أمريكيين. الكلمات اللي بالاحمر فيها خطا هجاء، الهمزات ناقصه مش مظبوطه، الثانيه طبعا مش مشكله، ندخلها ونطلعها. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 من جنوده أمس في بغداد في انفجار سيارة مفخخة. يا جماعة، this is a major breakthrough عالميا. أنا كلمت فينسيرف وحاليا نائب رئيس جوجل، قلت له احنا عملنا breakthrough في الحكاية دي، قال لي ازاي؟ قلت له هفرجك لما انا عندي ميعاد معاه الساعة 4 بعد الظهر يوم 15 يناير في مكتبه في واشنطن، هفرجه الشغل اللي احنا عملناه، انه مش مصدق ان احنا عرفنا نحل المشكلة دي اللي استعصت عليهم بهذا الشكل. لان ده نعم انسحبوا، انسحبوا، ايوه انسحبوا، لا انسحبوا منها. يعني انا وريتك الاول الصورة اهي، الموقع بتاعهم اهو، ده كان الجوجل التشكيل بتاع جوجل، لغوه، قالك it is no longer available, thank you for your interest. لقوا نسبة الاخطاء بتاعتهم عالية، مش عارفين يخفضوا نسبة الاخطاء. احنا النهاردة وصلنا نسبة الاخطاء 10%، انا عايز اوصلها ما بين 2 و5%، وقتها هنطلقها بقى. انما يعني احنا ماشيين في الاتجاه السليم، لان انا عمال اضبط في الشغل اللي هو بتاع البريسيجن بتاعتي حاليا 87%، هوصلها لاكثر من 95%، وده مجرد ان احنا بنظبط البروجرام على 2 مليون كلمه اللي احنا ظبطناهم كلمه كلمه. انما مش بس كده بقى، نتيجه الحكايه ده الموقع بتاعنا اللي احنا فاتحينه حاليا لبعض العلماء، 360 واحد في العالم علماء اللغويات، وزي ما انتم شايفين هنا من 2006 ل 2013 شغل بياخد عامل زي الزحلفه والارنب اللي سبق ماشيين مظبوط. قلت لها احنا بنضع قواعد اللغه العربيه للمستقبل اللغويات، خلينا نشتغل مظبوط. طب ده نقدر نستعمله في ايه؟ هنستعمله مثلا لو اخذت تكست عربي وحولته الى يو ان ال اللي هو اللغه الثانيه دي، ورجعت حولته من اللغه الثانيه دي الى اللغه العربيه، يحصل ايه؟ يحصل انه بيحسن اللغه. فادي مثال اخذناه من كتالوج في مكتبه اسكندريه على جورج بهجوري، بيقول مواليد 32 بهجورة الأقصر مصر.
ادي اللي طلع من الكمبيوتر جمله فعليه. انما اهم حاجه مش بس ان الحته دي. بصوا الثلاث شرط دي حصل فيها ايه. الشرطه دي في والشرطه دي بي والشرطه دي بي. مش بيحول الشرطه الى في او بي، بيحولها الى سياقها زي ما قلت لكم contextual interpretation. وهنا عملنا مثلا ادي واحده تانية، هنا عمل برضو جمله فعليه وبعدين قاعات اتحولت لمعارض وعديده الى كثيره. هنا الشرطه اصبحت واو لانه سياق اللغه بعدين مثلا عملنا حاجه حصل على ماجستير في تاريخ الفن جامعه برمنغهام بريطانيا، تحولت الى من. فنفس الشرطه بيقدر يعرف مكانها ايه. هنا بقى الشرطه حافظ عليها شرطه انها ثلاثه شرطه الخدمات الفنيه، ما هيش مش عايزه تحويل لحاجه تانية. فده بيوري لك قد ايه القوه بتاعت البرامج اللي وصلنا لها دلوقتي. ناخد فراجمنتد سنتنسز زي ما موجوده في الويكيبيديا ونقدر نظبط الجمله برضو بنفس المعنى. انما هوريك بقى حاجه اللي هي بتاعت الولاد بتاعت الاطفال بتوع الايام دي عاملين لنا مشكله كلهم في دي، بيحبوا يكتبوا كده ان نعيش في خير وسلام ومش عارف ايه وبتاع الاس ام اس والبتاع. هنا بقى لو في ثلاث الفات او خمس الفات الكمبيوتر هيقراها انها كلمات مختلفه، بس لان احنا ما بنشتغلش بالصوره والشكل لكن بنشتغل باللغه والمعنى قدر يصلحها كلها. يعني اللي فوق ده تحول اللي تحت ده بالكمبيوتر. هنا بقى اللغه العاميه اخذناها دي برضو من الويكيبيديا اهي، اللي وكمان وفي نظريات كتيره ومحل جدال وبتاع اهي، الذي ايضا هناك كثيره الى اخره. هنا بقى السمرايزيشن اختصار. طب قلنا طب ايه يحصل لو احنا عملنا خدت التكست وحولته الى يو ان ال وبعدين عملت الجوريزم برنامج خاص عشان اقول له اضغط الكلام ده عشان اخد عشان اقرا شويه قليله بس حافظ على المعنى، لان هو بيشتغل بالمعنى فاقدر احافظ على المعنى، وارجع احوله تاني الى اللغه العربيه هيحصل ايه. فادي جمله كانت موجوده عندنا هنا في كتالوج تفاصيل الكماله الخاصه باكتشافات اثريه جديده في منطقه سقاره والاهرامات الجيزه، يعلنها الدكتور زاهي حواس امين عام مجلس اعلى الاثار، وذلك خلال افتتاح دكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبه اسكندريه مؤتمر الدولي للتنميه والحفاظ على المناطق التراثيه الذي تنظمه المكتبه 6 مساء غدا بالتعاون مع البنك الدولي في مركز المؤتمرات مكتبه اسكندريه. فايه حولناه وزي ما قلت لكم بيطلع الاستراكشر السيمانتيك استراكشر دي، وراح الكمبيوتر بقى يعرف لوحده ايه الحاجه المهمه وايه الحاجات الاساسيه فيها ويبتدي يشيل الحاجات اللي ما هياش اساسيه، وبعدين نعمل له دي كونفرجن نرجعه تاني الى لغه عربيه. ادي طلعت اللغه العربيه المختصر مقابل القديم. يعلن الدكتور زاهي حواس تفاصيل الاكتشافات الاثريه الجديده خلال افتتاح المؤتمر الدولي للتنميه والحفاظ على المناطق التراثيه، والدليل انه عملته الكمبيوتر انه شال اسمي. كان يمكن الشباب الزملاء ما ريدوش يشيلوا اسم حياء، يمكن ما كانوش هيشيلوا اسمي انما هو الكمبيوتر قال مش مهم فنشيله. فقلنا طب ويحصل ايه لو اخذنا المختصر واختصرناه زياده، هنقدر نوصل لمانشيت كده زي مانشيت الجرايد ولا لا؟ فقلنا طيب نجرب، اخذنا نفس الاستراكشر غير ان السمرايز تكست ده هو نبتدي بيه تاني ونعمله مره واثنين وثلاثه. فترتب عليه ان عندنا ثلاث مستويات، فنقدر ناخد اخذنا خبر اهو على اعلنت اداره المحميات الطبيعيه باسوان تمكنا من تحديد موقع مش عارف تماسيح وانه 3 متر ومش عارف مين اعلن ايه الى اخره. فده المختصر وده المختصر المختصر وده اللي هو المانشيت تحديد موقع احد التماسيح العملاقه. الحقيقه اتس فيري امبرسيف يعني نقدر نعمل كده، لانه بياخد الجمله دي وبياخد الجمله دي، يعني الستبس كتيره قوي بس بتتعمل بسرعه جدا. الستبس دي كلها تتجمع وتطلع تطلع الجمله بالشكل ده. ادي سمرايز تكست اشيل بقى سمبليفايد، اخد السمبليفايد تكست اشيل، فضل المانشيت تحديد احد مواقع. فطب دي بقى اللي بعديها انقح كمان بقى، ان انا اخد مالتيبل دوكيومنتس صحافه مثلا، وفعلا هاخد حاجه من الصحافه مؤتمر دولي مكتبه اسكندريه حول البحث الاثري.
ده اللي كتب في الأهرام وفي الوفد وفي الدستور وفي اليوم السابع. أخذنا حاجات واقعية، أدي الأربع مقالات عملنا لها سكانينج، دخلت الكمبيوتر. الكمبيوتر قال بيقرأ، مش بيقرأ بالصورة، بيقرأ بالمضمون بالفهم. فقال الفقرة دي تعادل الجملتين دول، خدوا بالكم نط حتة من هنا، وتعادل دي تعادل دي. فراح واخدهم ادي العرب دول، هنعمل لهم سيمانتيك ريبريزنتيشن ونسيبها على جنب. اخذ بعد كده ادي اللي بعدها ومشيناها وطلع سيمانتيك ريبريزنتيشن وشلناها على جنب. جينا هنا بقى طلع خبر موجود في جريده واحده مش في الجرايد الثانيه، ده برضو عملنا له سيمانتيك ريبريزنتيشن وشلناه. ثلاثه دول بقى مع بعض، ارجع بقى من السيمانتيك ريبريزنتيشن، خدوا بالكم ما برجعش من 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 صوره او فقره او كلمات، برجع من المعنى عن طريق اليو ان ال الى اللغه العربيه، فبحولهم دي تحولت لدي، دي تحولت للجمله دي، دي تحولت للجمله دي. اخد الثلاثه دول، ده اصبح ملخص كل ما ورد في كل هذه الجرائد. فاقدر مش بس مخابرات، لا الباحثين، وبعدين بالنسبة لواحد عايز يعرف انتشار الخبر وصل فين. يعني في ممكن يقول لك مثلا في 22 جريدة الخبر ده كان موجود في 18 جريدة منهم، ومن 10 من 18 كان فيها الجزء ده، واثنين كان فيهم الجزء، واحدة كان فيها الجزء ده. تقدر تعرف الحكاية دي كمان. وبعدين بقى المستقبل عايزين نعمله بقى ندور في اللغات المختلفة، بحيث دلوقتي بدل ما ادور في عربي يطلع لي عربي، لا عايز اطور بالعربي مثلا المعالجه الاليه للغات يطلع لي بالعربي والانجليزي والفرنساوي كل ما ورد في الانترنت والحاجات دي. الحقيقه انا شايف ان احنا الشباب في المكتبه انجز الكثير، ويستحق الاعتراف الدولي بالمكانه بتاعت انجازاته. وان بالنسبه اللي احنا بنعمله ده، طبعا الانتليجنس سيرش انجنز دي قريبه جدا من السيمانتيك ويب اللي بيشتغل فيها تيم بيرنرز لي، اللي هو الراجل اللي اخترع الدبليو دبليو دبليو والحاجات دي. واحنا قدامنا شويه صغيره، ولكن يعني this is a major breakthrough الحقيقه اللي بكلام بقول فيه ده، لو الراجل بتاع جوجل مش مصدق يعني. فاحنا عايزين شويه جهد اضافي عشان نوصل لل 95-98% وبعدين ننشر الكلام ده على الجميع. وشكرا لكم على هذا التقرير. حضر اللقاء عدد كبير من المثقفين والمفكرين الذين أثروا اللقاء بمناقشات استمرت على مدار يومين. عندي حل متواضع ممكن أطرحه في أقل من نصف دقيقة. عن طريق التطوع يتم الدعوة لوضع استراتيجية لإدارة العمل الثقافي في مصر تحت رعاية مكتبة الإسكندرية، بشرط أن تكون هذه الاستراتيجية إجرائية وقابلة لتطبيقها، وعن طريق المبادرات المجتمعية المجانية. وأعتقد مصر مليانة ناس من أصحاب الخير أمثالنا وغير أمثالنا مؤمنين بالقضية. اثنين، يطرح الأعضاء المتطوعين على طلابهم في الجامعات، ومعظمنا أساتذة الجامعات ومرؤوسيهم في العمل، الفكرة، ويتم تجميع العناصر وإمداد مكتبة الإسكندرية بها. ثلاثة وآخر حاجة، يمكن بلورة هذه الأفكار والعناصر وتكوين استراتيجية متكاملة بها والدعوة لتبنيها مجتمعيا. في مطلب إلى تأسيس منتدى وطني للتعليم ترعاه مكتبة الإسكندرية، و يجمع المهتمين بقضايا التعليم في مصر من تعليم عالي، تربية وتعليم، وزارة الثقافة، بحث علمي وغيره، المحافظين والمحافظات، ويحدث تفاعل علشان ما يبقاش حالة التعليم بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. اتنين، فكرة المواطنة كانت مسيطرة إلى حد كبير، وإن احنا مش قادرين نبني لا ثقافة المواطنة ولا فكرة المواطنة، ولا بد إن احنا نهتم بيها. الإجماع تم على ضرورة إصدار قانون الوثائق الجديد وإلزام كافة قطاعات الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق المصرية، لأن هذه الحالة مستمرة منذ سنوات، وهي عدم إيداع الجهات الحكومية الوثائق المتعلقة بالدولة المصرية لدى دار الوثائق المصرية. القضية الثانية اللي تم إصارتها، ضرورة أن يعاد صياغة علاقة الإعلام بالثقافة، فإلغاء البرامج الثقافية وعدم وجود برامج ثقافية سواء في تلفزيونات الدولة أو في القطاع الخاص
بيخلق فجوة فكرية وثقافية لدى الشعب المصري. أصيلت قضية أيضا مهمة هي تكامل دور المؤسسات داخل الدولة المصرية. المجمع الحضور سجل تحية وتقدير للجهد الفائق اللي بيتم من مكتبة الإسكندرية وإدارة مكتبة الإسكندرية ومديرها على الحفاظ على منارة للمعرفة والتقدم محليا بالإسكندرية في ظروف في غاية الصعوبة نتابعها جميعا، ووطنيا على مستوى مصر وعالميا. الإعلام بيلعب دور كبير، إنما أنا من الناس اللي بأؤمن بالفكر، والفكر بيلعب دور أكبر ولكن على مدى أطول.